هنا ارجع للسيد المحترم مصطفى ابراهيم عز العرب، مدير المبادره. ايه هي المبادره؟ مدير المبادره ده بيعمل ايه يا مصطفى؟ هي القصه بدات لما اتشرفت بعضويه اللجنه العليا لمعهد القاهره الدولي للكتاب سنه 2018، كانت اخر سنه في المعهد في المكان القديم. وقصه حد بتحكيها دي كانت معاناه المصريين كلهم. فانا فكرت في الفكره دي ان احنا ازاي يبقى في نوع من انواع التوجيه والمساعده للجمهور اللي بيجوا من المعهد، خصوصا ان في ساعات كتير وقت كتير بيضيع في انك تدور او توصل للمكان اللي حضرتك عايزه. كمان كنا بنفكر ازاي يبقى في معاونه للناس اللي شغاله جوه المعهد من المتطوعين عشان يبقى في فعاليه اكتر من الشغل بتاعهم. بالفعل عرضنا الفكره والحمد لله كانت اول سنه ليها سنه 2018، والسنه دي احنا بنحتفل بخمس سنين مرور يعني خمس سنين في بناء التطوع في معهد القاهره الدولي للكتاب. وكانت زي ما رحله انا متطوع كبرت وتوسعت وبقت زي براند، انا برضه على المستوى الشخصي تطورت وبقينا نقدر نضيف ونعمل في السياسات الوطنيه للشباب في حته التطوع. يعني انا اتشرف بالعمل مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي هو بيرعى البرنامج دوت بالتعاون مع وزيره الثقافه دكتوره ايناس عبد الدايم. والتعاون دوت لولا يعني تفهمهم الكبير اهميه التطوع والدور الايجابي اللي بيعمله المتطوعين في المعهد ما كانش البرنامج استمر السنين دي كلها. فبدانا بعد كده نقلنا التجمع الخامس، كان تحدي جديد. كملنا، الناس كانت خايفه، الناس كانت مقلقه سنه اتنين. السنه الثالثه جت كورونا اللي هي الدوره اللي فاتت، وده كان دوره التحدي. يعني احنا من ساعه ما بدانا في المعهد احنا كل سنه في تحدي جديد يعني، وبنحاول نفكر ونعمل عصف ذهني ونشوف الحلول ايه ونشوف اللي بيحصل بره ايه ونذاكر وندرس السياسات الوطنيه للتطوع واهميه الشباب. والشباب بقى عندنا مدرك جدا ان هو لازم يكون يكمل التعليم الرسمي بتاعه بتعليم ميداني او تعليم مدني من خلال التطوع اللي بيعمله. فكل العوامل دي اصفرت ان احنا دلوقتي في خامس سنه بيقدم لنا 10,000 واحد كل سنه، بنختار منهم 250 بعد ما نعمل 2200 مقابله شخصيه على مدار 3 4 ايام. فبشكل ما يعني شايف ان احنا في تقدم وفي وعي عمليات تطوعيه في مصر بيزيد جدا الفتره الاخيره يعني. طب انا هرجع لك على الحته دي بالذات.